أجرت الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية مناورة جوية مشتركة فوق البحر الأصفر اليوم في استعراض لجاهزيتهما عقب إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية مطلع الأسبوع. وقالت هيئة الأركان في بيان إن كوريا الجنوبية وأمريكا أظهرتا قدرتيهما القوية للهجوم بقوة وبدقة في حال أي استفزازات كورية شمالية، إلى جانب إظهار التصميم للقيام بذلك، مشددة على أن الجيش الكوري الجنوبي يحافظ على وضع استعداد حازم.